فخامة رئيس الجمهورية بمشاعر تلامس عناء السماء حبا وودا واحتراما وامتيازا وتقديرا، يسعدني أن أزف إليكم تحيات مقاطعة تام شكط من المبروك والراضي مرورا بتام شكط والصفا والبلد المضيف لكم وهو بلدية قاعة التيدوم. ونرحب بكم ترحيبا يليق بفخامتكم أنتم والوفد المرافق لكم. فخامة الرئيس، إن اختياركم لمقاطعة تام شكط من ولاية الحوض الغربي وخاصة بلدية قاعة التيدوم ولقرية القراير بصفة خاصة، وتحملكم عناء السفر للإشراف على انطلاق الحملة الزراعية لدليل قاطع يترجم مدى الأهمية التي تولونها لقطاع الزراعة الذي يعتبر ركيزة دعائم الاقتصاد الوطني. إن منطقة أفل بمقدراتها الزراعية الهامة لتعول على هذه الحملة التي تنطلق لأول مرة من مناطق الإنتاج من إنتاج الزراع المطري، تجسيدا لتعهداتكم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وللتوزيع الزراعي ومضاعفة الإنتاجية. فخامة رئيس الجمهورية، لقد شهدت السنوات الثلاثة من مأموريتكم الميمونة إنجازات عملاقة طالما حلم بها ساكنة بلديتنا، ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي: في مجال المياه تم إنجاز آبار ارتوازية في عشرات القرى من بلديتنا، وهو ما خفف من وطأة العطش لجزء كبير من ساكنة البلدية، وذلك في إطار برنامج تعهداتي. ولا يفوتني هنا التنويه بهذه الإنجازات، بهذا الإنجاز النوعي الكبير الذي عرفته بلديتنا لأول مرة. وفي المجال الصحي، توجد في البلدية 4 نقاط صحية في كل من عاصمة البلدية وقرى ملمحار القريفة مريميدة. فخامة رئيس الجمهورية، تم إنجاز إعدادية في عاصمة البلدية سنة 2021 إضافة إلى العديد من المدارس الابتدائية، منها 3 مكتملة. وفي المجال الزراعي تم إنجاز العديد من السدود الكبيرة مثل سد الهبيرة، القراير قاعة التيدومة، القراير قراير الأمهار والمقمضة، تستفيد منها مئات الأسر الهشة، كما تم مؤخرا تسييج عشرات السدود في مختلف قرى البلدية. كما أن هذه السدود تحتاج إلى لفتة لترميمها لأنها سدود أنشئت منذ زمن طويل. وفي المجال الاجتماعي، استفادت أكثر من 1000 أسرة من التحويلات النقدية، وأكثر من 500 أسرة استفادت من بطاقات تأمين صحي من طرف تآزو. فخامة الرئيس، إن الإنجازات التي تحققت لبلديتنا ورغم أهميتها، فإن ساكنة بلديتنا ليعولون على زيارتكم لطرح المشاكل الملحة التالية. في مجال المياه، تزويد القرى المتبقية بالماء الصالح للشرب، تشييد النقطة الصحية في مريميدة، إنشاء نقاط صحية في تجمعات القراير تنبسك ظفيرة والجحافية، توفير سيارة إسعاف وقابلة في عاصمة البلدية، تكوين الشباب على بعض الإسعاف الأولي. وفي مجال التعليم، فتح محاضر لتدريس القرآن وعلومه في بعض قرى البلدية، بناء إعدادية ومسكن للأساتذة في عاصمة البلدية مع توفير منح للطلاب من أجل استمرار دراستهم، إنشاء تجمع لقراير مريميدة الضفيرة الذي أشرف عليه السيد الوالي في السنة المنصرمة، وتوفير كفلات مدرسية في باقي المدارس، وإنشاء حدائق أطفال لتشجيع التعليمي ما قبل المدرسي. وفي المجال الزراعي، إصلاح السدود الكبرى المتبقية وتسييجها، خصوصا سد برقطن الذي أوشك القطاع المعني على الشروع في تنفيذه، إضافة إلى سدود أقرش الحجار وأنزي والتجالة والقائمة تطول. سيد الرئيس، دعم السدود الصغيرة والجمعوية مع توفير الآلات الضرورية، إنشاء واحات نخيل نموذجية في السدود الكبرى ودعمها عن طريق آبار ارتوازية،
تخزين المياه المطرية وتشجيع الزراعة المروية، توفير أسواق لبيع المنتوجات الزراعية، بناء مخازن لحفاظ المنتوجات، توفير المبيدات لمكافحة الحشرات، توفير آليات حديثة للزراعة، فتح وحدة لإنتاج الألبان، وبناء حظائر لتلقيح الحيوان في عدة قرى من البلدية، إدخال زراعة الأعلاف على مستوى السدود. وفي المجال الاجتماعي نطالب بتعزيز الاستفادة من تدخلات تآزن نظرا لحاجة سكان البلدية، وخصوصا التكفل بجميع الأيتام والمعوزين في البلدية، تكوين الشباب العاطل عن العمل والبحث عن فرص عمل عن طريق قروض صغرى وخاصة في مجال صناعة السياج، بناء ملعب في عاصمة البلدية، دعم التعاونيات وذلك بتوفير قروض صغيرة قصيرة المدى، ودعم زراعة الخضروات مع تكوين النساء على الخياطة والصباغة، تقوية شبكات الاتصال في البلدية، فك العزلة عن جميع القرى التابعة للبلدية، وإنجاز المقطع الرابط بين عاصمة البلدية عن طريق تام شكط وزرافية. فخامة الرئيس، قبل أن أنهي هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أجدد لكم شكرا ساكنة بلديتنا على هذه اللفتة الكريمة بتشريفكم لنا لاحتضان الانطلاقة الرسمية للحملة الزراعية لسنة 2022-2023، سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم وأن ينعم على بلدنا بالاستقرار والرفاهية. وأقول أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.